السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أنا معكم داخل وخارج الوطن، وحييكم على الهواء مباشرة وحلقة جديدة نناقش اليوم فيها العيد 58 لثورة 14 من أكتوبر، بالتزامن أيضا مع آخر مستجدات جبهة الصمود والشرف والنضال، جبهة العبدية وصمود أبطالها وأبنائها ورفاق الكفاح والنضال المقدس أو النضال السلاح في مختلف الجبهات الأخرى التي تشهدها مأرب. اليوم نتحدث، كان من المفترض أن يحتفل اليمنيون سواء بعيد 26 سبتمبر الذي مضى أو بعيد الذي يفصلنا ساعات فقط على الشمعة 58، إطفاء الشمعة 58 لثورة 14 من أكتوبر، وقد استعاد اليمنيون عاصمة كل اليمن صنعاء. لكن للأسف ابتليت اليمن بقيادة تجردت عن الوطنية والإنسانية والمسؤولية الدستورية، وارتمت في أحضان الخارج بحثا عن نفايات أو عن ملذات الدنيا، وتركت الشعب يلقى مصيره. اليوم اليمنيون لم يستسلموا ولن يستسلموا ولن يركعوا ولن ينهزموا بصمودهم وبصبرهم وبالإيمان الذي وهبهم الله إياه أنهم يدافعون على قضية، ومن يحمل قضية لا يمكن أن ينهزم أو ينكسر أو يركع لأحد إلا لله. أذهب إلى فاصل ثم أعد استقبل اتصالاتكم حول صمود أبناء العبدية وكل الجبهات في مأرب بالتزامن مع وهم على خطة، طبعا على خطة سبتمبر وأكتوبر المجيدتين. هؤلاء الأبطال اليوم في مأرب أبناء القردعي وغيرهم من الثوار الأحرار الشرفاء الذين يأتي هذا العيد ونتذكر تلك الملاحم البطولية التي يسطرها اليوم أبناؤهم، وهم يدافعون عن الجمهورية وعن الثورة وأهدافها ومكتسباتها ضد الإمام الجدد أو فلول الرجعية وتخلف. فاصل ثم أعود استقبل اتصالاتكم على تطبيق الإيمو، البوتيم، الدو، منصات التيك توك، الفيسبوك، تويتر، وأيضا على الاتصالات الدولية المباشرة. نتابع. نعطي الأفضليات دائما، يكون عندنا أخلاق بالاعتراف بنضال الناس الآخرين. من الذي أنقذنا من هذا الظلم؟ من الذي أنقذنا من هذا الاستبداد؟ أغلى شيء في حياتنا هو حريتنا، حريتنا التي كانت مش موجودة اليوم أوجدناها، ولكن بس بالدم في بداية وفجرنا النضال في 14 أكتوبر. نقول نحن هؤلاء المناضلين الفضل يعود للرواد الأوائل الذي قدموا أنفسهم في 26 سبتمبر لتفجير الثورة في صنعاء. هذا الضوء، هذا الشعاع، هذا الأمل الذي أعطانا، انطلقنا بعدها بعد ما قضينا على الإمامة، انطلقنا نناضل، وكان كلنا ثقة طالما صنعاء ورانا سننتصر في عدد الذي حققته قوى الثورة اليمنية شمالها وجنوبها في الشتر الجنوبي. يعود الفضل بالدرجة الأولى لرجال 26 سبتمبر. إذن رأيتم هذا المشهد النادر للشهيد البطل علي عنتر، رحم الله الشهداء ردفان ويافع وشهداء أبطال ثوار 14 من أكتوبر. ونتذكر أيضا ونترحم مجددا على ثوار 26 من سبتمبر المجيد، واليوم كما قلنا في مقدمة الحلقة يسطر أبناء مأرب بكل جبهاتهم برجالهم بأبنائهم تلك الملاحم البطولية التي خاضها ثوار 14 من أكتوبر المجيد في ثورتهم 58، وأيضا 26 من سبتمبر في ثورتها التي لم يمضي عليها سوى أقل من أسابيع في ذكراها 59. أول مداخلة معي على منصة تيك توك طاهر المناري. ورحب يا عم طاهر، ورحب، أهلا وسهلا فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كبير التبابع طاهر حسن أحمد المناري. طيب تفضل يا عم طاهر. بمناسبة ثورة 26، مناسبة ثورة 14 أكتوبر، أهني جميع الأقيال اليمنيين سواء كانوا في المناطق الشمالية أو المناطق الجنوبية، وعلى رأسهم علي عنتر وصالح مصلح وقحطان الشعبي وكافة الرجال المناضلين الذين سطروا أروع البطولات في جنوب اليمن، وكذلك الذي سطروا أروع البطولات في شمال الوطن. نقول لهم نحن معترفين إن إحنا لم نعطيكم حقكم، نحن معترفين إن إحنا قصرنا معكم. للأسف ولينا السودانيين تسلطوا على الشعب اليمني، وجعلنا السودانيين يتسلطون على الشعب اليمني سواء في شمال اليمن أو في جنوب. نعم. القتل الذي حتى الآن نافذه
سواء في الشمال او في الجنوب هم من هم؟ هم السودانيين. يجب علينا ان نعي هذا الكلام جيدا. هذا بالنسبه ل 14 اكتوبر وثوره 26 سبتمبر. والله ان اليمنيين مقصرين كل التقصير لانهم لم يوفوا الشهداء ولم يوفوا الرجال المناضلين بما قاموا من اجله. نعم. هم قاموا من اجل ازاله الظلم والاسترداد ومنع الطبقيه وكذا وكذا، يعني من اجل تنفيذ 6 بنود. للاسف لم يتطبق منها ولا بند واحد. ما مش بند واحد من اهداف الثوره تطبقت سواء في شمال اليمن او في جنوبه. تسلطوا عليهم الهواشم وتسلقوا الى السلطه واصبحوا هم الحكام سواء في شمال اليمن او في جنوبه. نعم. هذا بالنسبه لنا بس مش لهذه الدرجه يا عم طاهر. تحققت اهداف الثوره اليمنيه. اقول الان يعني بدات امامه من جديد. لحظه شوف يا فارس، فغير مغالطه حتى الوحده ما حققوهاش نفس الشيء الذي كان مطلوب والذي اتفقوا عليه المناظرين. ما تحققتش يعني جاءت نعم هوشليه وبعد سالم هارب من مدري ايش لانه هاشمي واجتمع مع هواشم الشمال وعلي عبد الله صالح مركز زيركس والسلام والرحمه. هذا بالنسبه لثوره 26 سبتمبر. كنا من قبل يعني دولتين وشعب واحد، كنا من اول جمهوريه اليمن الديمقراطيه والجمهوريه العربيه اليمنيه، بس كان الشعب اليمني واحد والمواطنين كانوا واحد. والان ما زال الشعب واحد، والان يا عم طاهر لا زال الشعب واحد موحد. كان كل مننا تقالبنا اليمن، لغايه الحين اصبحنا دوله وشعبين، يجب علينا ان نعي هذا الكلام جيدا. اما بالنسبه لسقوط مارب، مارب لم تسقط، مارب لم تسقط، وانا اسمعك امس تقول ان في مخازن في العابديه. والله هذه معلومات وصلنا وقلنا يا ليت ما تكون حقيقيه. نعم. خليني اتكلم، هذا يعتبر ترويج منكم لان انتم عارفين ان الاصلاح حتى الان بقائمه الارهاب. وانتم تضموا ابناء مارب على انهم ارهابيين. لا 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 لا، هذا كلامك انت يا عم طاهر، هذا ليس كلامك يا عم طاهر. شوف ما حد عاد يغطي على عين الشمس. والذي سلموا السلاح في نهم، سلموا السلاح الثقيل في نهم، وسلموا القوف وسلموا في البيضاء وسلموا في بيحان. على من نضحك يا عم طاهر؟ امس كلم قال لك نحن ينقصنا المؤونه، حياك الله، ينقصنا السلاح وينقصنا كل حاجه، وانت تقول المخازن هناك. يا اخي عيب، انتم عارفين ان الاصلاح في قائمه الارهاب وانتم تدخلوا ابناء مارب على انهم ارهابيين. ما دخلنا هذا الكلام، انت من تقال هذا الكلام. لا تقولنا ما لم نقل. ابناء مارب يدافعون عن كرامتهم وعن اراضهم وعن شرفهم وكل، ونحن معهم بالروح بالدم يا عم طاهر. في هذه المنطقه لحظه. ثانيا انا اشتي اتكلم على حاجه ثانيه. الذي قاتلوا حتى الان في العابدي وفي مارب هم من ابناء الجيش الوطني، من اف ومن تعز ومن مارب ومن زمارب ومن صنعاء ومن كل المناطق. يجب علينا ان نعي هذا الكلام جيدا. شكرا يا عم طاهر، شكرا لك، وصلت الفكره. شكرا، معذره على المقاطعه، انتهى وقتكم. دخل جديد، الو مرحبا. الو السلام عليكم استاذ. وعليك السلام، مرحبا يا ابو طارق. والله يا استاذ فارس. الو معك، تواصل تفضل. الله يزيد فضلك يا استاذ فارس، كون خلى الواحد يتكلم باللي يشتي. طيب يا اخي هكذا والناس اللي يتكلموا ايش يعني؟ قد اخذ له ثلاث دقائق يا ابو طارق، اخذ ثلاث دقائق. انت قلت مال، انت قلت مش مكمم الافواه. طيب ثلاث دقائق اخذ يا اخي، انتهى وقته، احنا ما كممنا اشبه. قد قال يرجع يكرر نفس الكلام. ما هو الذي قال الجديد؟ خلى صدرك ورحيب، خلى انت اعلامي تتقبل الغث والسمين يا فارس. طيب تفضل يا ابو طارق، احنا نقول بس معك وقت محدد يا اخي، نسمح للناس ايضا يتحدثوا يقولوا رايهم. قول يا اخواني رجاء كذا كذا دقيقه لك، وقول للمخرج قطع من حقك. نعم. انا اقول تحيه فخر وعز واجلال لألي عنتر حيا وميتا. نعم. ألي عنتر في فؤادي من داخل. نعم. انا ابو طارق من تهامه من غرب الشمال اليمني، في فؤادي داخل ألي عنتر صالح مصلح. نعم. امد رغم راجع لفوزة ابناء الجنوب الابطال الشرفاء اليمنيين المناضلين الحقيقيين. نعم. وفي مثلون الان ملايين لن يظهرهم الاعلام، صامتين جنوبيين يمنيين يحبون اليمن شماله وجنوبه وشرقه. نعم. خلى الواحد يقول باللي شاه، ما يعلم بالقلوب الا ملك الملوك. نعم. احيي ابناء الجنوب وابناء الشمال وابناء اليمن قاطبه بذكرى 14 اكتوبر الخالده. نعم. ورحمه الله على شهدائها الابرار. وكم نتمنى اليوم،
كم نتمنى في هذا اليوم يطلع لنا علي عنتر جديد. يا ريت يطلع لنا علي عنتر جديد. شكرا يا ابو طارق، شكرا، وصلت فكرتك. لا لا نريد مهاترات وتتدخل الامور للاسر وللاهل وللبيوت داخل لمحريم اي. نعم شكرا جزيلا لك، وصلت الفكره اخي. خلونا نشوف مداخله جديده على منصه تيك توك. الو مرحبا، تفضلوا يا رفاق، الكل شيء يشارك. الو الو مرحبا، تفضل اخي، عرفنا عليك. وعليك السلام، حاول ترفع صوتك. الو راح يا شباب غيره. تفضل يا ابو فيصل. ابو فيصل تفضل اخي. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ فارس، في بعض من الاشقاء الذي يطلع يتكلم يقول لك الوحده وما وحده، الاخ اللي يتكلم قبل قليل. نعم. قل له لا يعمل الا ساعة ربع ما عمل الزعيم. نعم. الوحده كان موحده والبلد كان واحد، ولحد الان والبلد واحد. صحيح. طلعوا شويه شراذمه، الشراذمه هذا بياخذوا حقهم وبيروحوا وبيتحرر الوطن ان شاء الله وبيصير الى الافضل. والامور بترجع الى طبيعتها، لا يقول انه ما عمل ولا ما عمل ولا الرئيس هناك مركوز وعلي سالم هرب وعلي عبد الله هناك ميت، علي عبد الله انغدر فيه معروف زعيم ومات في بيته ببلده شهيد بطل حر لا نقول عنه اي شيء. الرئيس ادى واجبه وفوق واجبه ولا يعمل منهم كلهم هذو الا واحد ساعة ربعه بس. نعم. كلهم يعملوا ساعة ربع ما عمل الزعيم والبلاد ستكون بخير إن شاء الله وعافية. نعم. لكن أوجه إلى أمر رسالة محاسن موتاكم، حتى إن أسى الرئيس علي عبد الله صالح فلا نذكره إلا بخير، لأنه الآن الرجل ميت وعمل الذي يقدر عليه. نعم. تمام. الكلام الثاني الذي أشتي أقوله إنه البلاد وإحنا مفككين كذا وإحنا كل واحد له رأي، لن تصلح خالص. نحن طلعنا نوجه رسائل علشان نجتمع ونكون كلمة واحدة ويد واحدة إن شاء الله، ونمشي على مر عليها الزعيم إن شاء الله الأمور طيبة. شكرا جزيلا يا أبو فيصل. أي اتصال دولي يا أخ مخرج دخلهم على طول. ومداخلة جديدة. ألو ألو مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام، حاول ترفع صوتك يا حبيبي. لحظة لي على تيك توك، عرفنا عليك من؟ أبو صقر معاك. مرحبا يا أبو صقر، تفضل. يا أستاذ فارس، بالنسبة لثورة 14 أكتوبر و 26 سبتمبر ما طبقت الأهداف بنفس ما جاءت. لحظة لو سمحت، خليك على الخط. الشعب اليمني. نعم. لكن يا أخي والشيء الثاني اللي يعني. لحظة يا حبيبي، خليك على الخط. ويرموا شماعاتهم على الزعيم علي عبد الله صالح وعلى أسرته. نعم. يا خبراء علي صالح قدر حله وسار له وترك لكم الجمل بما حمل. الآن كنتوا أول تقولوا على إنه هو المعرقل في 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 كل المحافل دول، هي الآن وينها؟ من هو الآن نشتي نعرف من هو اللي عرقل يعني. نعم. المبادرة الخليجية وكل المبادرات اللي الآن تدور في اليمن. نعم. نشتي نعرف منه إلى الآن يعني. لنا أكثر من أسبوعين يا أبو صق، لنا أكثر من أسبوعين نقول يا حكومة يا وزارة الدفاع يا فخامة الرئيس يا نائب تحركوا انقذوا العبدية، ولا كأنه واحد يا رجل قد سمع من به صمم إلا هؤلاء الناس، لا تسمع لا يعي لا يتكلم، صم بكم عمي فهم لا يفقهون. كم كنا نناشد يوم أيام بيحان، بيحان ما دخلت في مشادة مع ميليشيات الحوثي وسقطت. الآن العابدية يا عزيزي بتسقط ما لم يتم دعمها في وتم تحريف جميع الجبهات. نعم. بيدخلوا والله بيدخلوا إلى وسط مارب، لا تصدق، لأني هذه علي محسن رجل دموي مشهور، رجل سياسي ولا رجل دولة. علي صالح رحمة الله عليه كان ليس دموي، علي صالح شهد له عدوة قبل محبيه. نعم. أتحدى أي واحد كان يقول على إن علي عبد الله صالح رجل دموي. علي عبد الله صالح كان محنك في السياسة، علي عبد الله صالح يعني كان دخل في قلوب اليمنيين الصغير قبل الكبير. علي شكرا يا أبو صالح كان. شكرا، المعذرة على المقاطعة بحيث إنه الكثير يشارك. تفضل اللي على تيك توك، عرفنا عليك أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله، من؟ معك علي القاضي من اليمن. مرحبا يا علي، تفضل. اهلا وسهلا فيكم. تفضل هات رايك، ما عندك؟ والله راينا نسال الله ان يصلح شان اليمن ويوحدهم على الحق يا رب. امين. رسالتك لابناء اليمن ايضا في ثورة 14 من اكتوبر، بعد ساعات تدخل عامها في ذكرها 58.
اسال الله يصلح حال المسلمين يا رب ويوحد كلمتهم. شكرا يا علي، تحيه لك اخي. ومداخله جديده، الو مرحبا، تفضل اخي. الو، تفضل، من غير يا عم اشرف؟ ما فيش عنده صوت. ومداخله جديده، يا هلا ومرحبا، اللي معنا صوت تيك توك تفضلوا. كما قلنا محورنا اليوم حول صمود العبديه بتزامن مع او على خطى ثوار 14 من اكتوبر. الو، اهلا اهلا يا غالي، عرفنا عليك يا حبيب، من؟ عبد الله. عبد الله تفضل يا عبد الله، انت على الهواء تفضل. الو، للاسف راح. كما قلت مشاهدة الكرام، الذي ما مسك عنده الخط بالامكان على ارقام البرنامج. ومصل دولي جديد. الو، 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 مرحبا. نعم، السلام عليكم. وعليك السلام، مرحب، من؟ حاول ترفع صوتك، عرفنا عليك. راح، فصل للأسف يا شباب. تحية الفخر والاعتزاز لكل أولئك الصامدين المرابطين في مختلف الجبهات، وما زلنا نؤمل ونناشد. ساعات فقط تفصيلنا على احتفال اليمنيون بالذكرى 58 لثورة 14 من أكتوبر. هل سيكون هنالك خطاب تاريخي لفخامة الرئيس أو لوزير الدفاع أو للنائبه إنه حان الوقت لإطلاق كافة الجبهات وتحرير العبدية وما قبل العبدية وبيحان واستعادة بيحان وبقية المناطق التي سلمت للميليشيات، أم سنسمع ما لا يحمد عقبه؟ مدخلة جديدة. ألو، تفضل أخي. السلام عليكم. وعليك السلام، من معي؟ معك سليم. تفضل يا سليم. سليم من؟ سليم من اليمن. طيب تفضل. بطل يا اخي، رجان بدله يا خبير. ابطل ايش؟ رجان بدله. الله، رجان بدله اللي لابسها حقيقة. هذه موضة قديم معك خبر، خليك كذا. شكرا شكرا شكرا. دائما شوف، لو عندك حقه، لو عندك حقه وتواجه مواجهه الرجال انك تكلمت قلت رايك، لكن للاسف الافلاس. تفضل يا اخي العزيز. مساك بالنور، من؟ هذا ما عندي راي، عندي قصيده. هات، عرفنا عليك. طيب اخوك سالم. سالم من؟ طيب ارفع صوتك. اقول لك شرعيه الاحمد. سمع. طيب ارفع صوتك يا عم سالم. سالم من؟ شرعيه الاحمد تبد وتشهد على صنعاء حراج، ياكل دجاج ولحم رز والشعب ياكلها خباز، واليوم قدنا في ملج ابو جهازين وجهاز، قطعت وحده للخرج اما اليمن لين الحجاز، يلي تهز الحيد هز بالله طلع لي جواز، انا قبيلي ومعنج لا صار في الوضع احتزاز، الشعر ما قل وجد في ما يجود ولا يجاد، ثم نعيش حياه عز ولا نموت واحنا عجاز. صح لسانك، بيض الله وجهكم، بيض الله وجه كل القبائل الوطنيه التي على خطى ثوار 14 من اكتوبر و26 سبتمبر المجيد. شكرا جزيلا لك يا عم سالم. ومداخله جديده، الو مرحبا. الو تفضل اخي، من معي؟ الو تفضل. وهكذا حياة الأبطال، وهكذا حياة الشرفاء مستمرة، والدنيا دوارة كما نقول دائما. وعليك السلام، من معي اخي؟ معك حسن الكثيري. معك، وارحب يا عم حسن، تفضل. حياك الله. انا اتمنى انهم يتحدون كلهم مع اصحاب مارب واصحاب شبوة. نعم. وانهم يعزلون يعزلون الرئيس والنائب تبعه. نعم. لا يدخلون اليمن، ما فيهم خير، ما فيهم حتى أحد يرفع صوته يقول هذا اليمن هذا وهذا. نعم. جالسين يأكلون ويشربون والناس في 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 قاتل ومقتول. طيب ليه ما تطردوهم يا عم حسن؟ ليه ما تطردوهم من الفنادق؟ يكفي يا رجل، ما قد وقع في. أنا لو بيدي والله لا أطردهم والله، وأرسلهم لصنعاء على طول مباشرة. نعم. أرسلهم لصنعاء مباشرة، لكن إحنا نبغى القبائل تتحد. توقف مع اصحاب مارب. والله القبائل المتحده وكل يوم بتقدم فلذاتك بعدها يا عم حسن. تقاتل ما الرئيس منسى، ما معك حكومه ما معنا حكومه فاشله فاسده ما تنفع بريال. نتمنى انهم يطردونهم برا ويرغونهم من الرئاسه. نعم. وتتحد القبائل وبتشوف اليمن كيف. بس الان قدم بيرموا اخطائهم انه التحالف الذي ما خلاهم يحرروا، ما تسمعش في قنواتهم قنوات الاعلام. الغلط من الرئيس.
الرئيس ما قال حتى السلام عليكم الله يحييكم يا قوات يا ذا، ما هو في خير. ايوه هو فضل ان يكون صامت، هو فضل ان يكون صامت وخلى القنوات الاخرى تشتغل، انه هو تحت الاقامه الجبريه وانه مش قادر يتكلم ولا قادر يتخذ قرار، وانه القرار بيد السفير السعودي كما يقولون. انا اتمنى القبائل تتحد كلهم، يتحدون كلهم نعم، ويوقفون يد واحده مع مارب مع كل مكان مغلوب عليه امر يوقفون معه. شكرا يا عم حسن، تحيه لك يا خلازي. ولا حكم والعفو للجميع، والله ينصر القوم الطيبه ورجال النشامه ان شاء الله. صح لسانك، شكرا جزيلا لك. ومداخله جديده، الو مرحبا. الو السلام عليكم. سلام ورحمه الله، من؟ وليد صارت العماري. من؟ وليد صارت العماري. وتفضل يا عم وليد. طيب تفضل انت على الهواء يا وليد. يا سيدي يا هذا الذي ما بفهموش وجالس يلعبوا بالبلاد ويبيعونا وخرب الدنيا من اولها لاخرها. نعم هذا الناس الذي خربوا البلاد كلها وفعلوا الدمار هذا كله وجالس يذبوها في وطننا الذي تحذروا بعد ربوه هذا ذبوها عملكم من كل هذا ذاتا انا من اليوم حدث معفاش انا بتلعبوا. نعم لا حد الان بتتعاملوا مع الامارات عمارات الطلبه. يا وليد ايوه باقي ينزلوا الملائكه بس يقاتلوا معكم عشان تقتنعوا انكم تحملوا قضيه. ينزلوا لكم الجول بعتوا عفاش من اللي سلم لهم من اللي فعل. ورجعنا للاسطوانه المشروخه. طيب قاس الشهيد قدر 4 سنين يا وليد ولا هو سلمناهم وسلم القوف 4 سنين يا وليد. بس من اراد ان يلعن نفسه فليكذب ولا لا؟ ولا هذا مش هو حديث؟ يا عم وليد راح ولا موجود يا شباب؟ شكرا لك شكرا لك، ورايك نحترمه كما نقول دائما، لكن الواحد كم بيظل يكذب الى متى؟ دورونا يا جماعه كذبه جديده لعل وعسى الناس يصدقون ويشعروا انكم حتى الكذب عجزتم حتى تصنعوا الكذب لانه كملين عليكم. تفضل اخي من معي؟ الو 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 خلونا نشوف متصل دولي جديد. الو مرحبا تفضل يا علي على تيك توك عرفنا عليك اخي. الو يا هلا. الو تفضل عرفنا عليك وعليك السلام. الصوت عندك ما في الشبكه ولا كيف؟ الو طيب يا اخي معاك انا سامعك عرفنا عليك. ناصر القرشي. تفضل يا ناصر. كيف حالك طيب؟ لله الحمد والشكر، تفضل هات ما عندك. والله عندنا رساله للشعب ان تتحد يد واحده ونعنيهم الشعب الايد ربهم ان ينهي هذه الحرب. نعم الصوت بيتقطع يا عم ناصر عيد الاتصال تفضل وعليك السلام عرفنا عليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليك السلام ورحمه الله، من معي يا اخي؟ الله يسعدك حبيب قلبي ترى لك وحش والله. الله يكرمك عرفنا عليك. اعرف انا من الاهل اليمن. طيب عرفنا عليك من؟ ما عندك اسم؟ عندي اسم عبد الرحمن عبد الرزاق حمد الله. وارحب، من وين يا عبد الرحمن؟ انا من السودان. وارحب يا ابن السودان تفضل. اسمع بترجع البدلة ولا كيف؟ حياك الله حياك الله، شكرا لك شكرا لك. هذه اخلاق لا ندري لكن نقول له شكرا لك. شكرا لك. اتفضل اخي من؟ مع في داعي لا تعليق يقول على امثال هؤلاء. تفضل من معي اخي؟ الو 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 السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله، من معي اخي؟ مساكم الله بالخير يا شباب. مساك بالنور النعيم. يا اخي انا احب بعض الشباب الذي يطلع يتريق او يتكلم. اقول رايي يا اخي الله يسلي عليهم، ناس سالين اصلا هذا، ما لو كانت عسكر انا ما ادري. طيب عرفنا عليك يا حبيبي عرفنا عليك تربية. عرفنا عليك معك صالح يا طويل العمر محافظه مارب. يا مرحب يا عم يا ابن مارب، طمنا يا عم صالح كيف الامور؟ الله يبشرك ان شاء الله المعنويات ان شاء الله باذن الله ان الامور طيبه، بس للاسف الشديد نرى من يراهن على اسقاط مارب من بعض الخونه. بإذن واحد أحد لا تسقط، بإذن واحد أحد ستصمد في أرض الوطن، بإذن واحد أحد أنها ستصمد مثل ما صمدت. مارب اليوم تدافع على الجمهورية اليمنية وتدافع على الدستور، ونرى بعض
اليمنيين يراهنون على اسقاط مارب للاسف الشديد يا اخي الكريم. وجه رسالتك لكل هنالك الشرفاء والاحرار من ابطال الجيش من ابناء القبائل، وجهوا لهم رسائلكم يا جماعه، قولوا لهم اليوم مارب هي ليست مارب لوحدها، بل هي الجمهوريه، هي الثوره، هي الوطن، هي كل حر داخل اليمن، هي حمير، هي سبأ، هي تبع. احنا نضحي بالغالي والحالي يا اخي الكريم من اجل الدوله ومن اجل الدستور ومن اجل كرامه المواطن اليمني، بس نرى بعض ابناء اليمن الذي هو مرتزق يراهن على اسقاط مارب للاسف الشديد. باذن الله ما تقطيع مارب يا عم صالح. شبوه برضو يعني تدافع على الجمهوريه اليمنيه. للاسف الشديد راينا من يريد اسقاط مارب ومن يريد اسقاط شبوه للاسف الشديد يا استاذ فارس. طيب سموا الاسماء مسمياتها يا جماعه، ما فيش حاجه خفي يا اخي الكريم، معروفه هذه مؤامرات عليها من خارج ومن داخل يا اخ يا استاذ فارس. ان شاء الله ستفهم. وجه رسالتك لابطال الجيش لمن تبقى فيه من نخوه من كرامه، للاحرار، لابناء القبائل. احنا بالنسبه لنا احنا نحيي كل بطل في الميدان او في المدرسه او في المحجه من ابناء مارب ومن خارج ابناء مارب. نعم. على انهم يدافعون على الارض وعلى العرض وعلى الدين وعلى الجمهوريه. صحيح. نحييهم يعني تحيه حاره نعمت قلوبنا للاسف الشديد، بس نرى من يعني يساعد الخاين من خارج الوطن باسقاط مارب او باسقاط يعني شبوه. وانا اتمنى اني اوصل رسالتي هذه لطارق عفاش ان يحرك الالويه حقه في الساحل الغربي حتى يسهل من الضغط. طيب طيب يا عم صالح، محافظه مارب وعلى محافظه شبوه يا عم صالح. طيب عاتبوا فخامه الرئيس والقائد العلا، وهو القائد العلا للقوات المسلحه، قال شو يصدر التوجيهات، يصدر الغاء كارثه ستوكهولم، يطلق كل الجبهات. هذا اذا عادوا محسوب علينا رئيس. يا اخي احنا بالنسبه لنا ما اصبحنا اليوم ندافع عن الرئيس ولا ندافع عن شرعيه ولا عن حوثي، ولا احنا اليوم اصبحنا ندافع عن عرض. صحيح. وعن دين. بيض الله وجهكم، بيض الله وجهكم، ما قصرتم. يمنيه يا اخي الكريم، والله ينعم فيكم. ما اصبحنا اليوم ندافع عن شرعيه ولا عن رؤساء ولا عن نعم. احنا اليوم ندافع على الارض وعلى الدين وعلى العرض يا استاذ فارس. بيض الله وجهكم، ونحن يا اخي معكم والله بالروح بالدم وبقدر ما نستطيع، بس نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. ستفرق يا عم صالح، ستفرق. لا يأس، لا يأس ولا استسلام. ولا أبشرك إن شاء الله بإذن الله المعنويات طيبة، بس بإذن الله ستفرق. يعني مهما يعني جت يعني من ضيق ربك إن شاء الله سيفرق. ستفرق نعم، خلوا أملكم بالله كبير. وأنتم في موقف دفاع، لا اعتديتم على أحد ولا رحتم تحتلوا أرض أحد ولا منازل أحد ولا يعني رفعتهم شعارات الكذب على الله وعلى الرسول. هؤلاء هم المعتدون، هؤلاء هم الخوارج، هؤلاء هم خوارج. نعم. ومديرية العبدية الذي يعني استشهد منها البطل المقداد عبد الرب الشدادي لم يستطع عليها 30 يوم إلى يومك هذا رحمة الله عليه ما قدروا يدخلوا شبر واحد. نعم. محاصرة من جميع الأطراف وفعلا فيها رجال بمعنى الكلمة. بيض الله وجههم ورفع الله قدرهم، وفعلا إلى يومك هذا لم يقدروا حتى يتقدموا حتى متر واحد يا أخي الكريم. شكرا يا عم صالح، وحييك وصح لسانك، وتحية فخر اعتزاز باسمك لكل أبناء مارب ولكل من يساند ويدعم مارب بالمال بالرجال بالكلمة بقدر ما يستطيع. شكرا يا عم صالح، ومتصل دولي جديد ألو مرحبا. شكرا يا حبيب. تفضل أخي، من ألو؟ ما عنده صوت يا عم شرف، خلونا نشوف. متصل دولي جديد ألو مرحبا. ألو، تفضل اللي على الجوال، تفضل أخي. الو تفضل. الو ايوه مرحبا. ايوه معك. طيب عرفنا عليك، من ان شاء الله يكون. عرفنا عليك يا حبيب. عرفنا عليك من معك؟ يا ابو عناد. تفضل يا ابو عناد. ان شاء الله يحصل بمرض الرسول في مارب ان شاء الله. الرسول بريء منكم، الرسول بريء منكم، والدين بريء منكم، ومارب ابعد عليكم من عين الشمس يا ابو عناد، والدنيا ولا تصدق. شكرا لك، شكرا يا ابو عناد. والله العظيم لولا انه نعرف انه اصحاب العسل والحبه السوداء، انا لا اقول البعض المتاجرين بالحروب، خلوكم تفتحوا السنتكم، ولا انه قد انتم في ما وراء كهوف مران، لكن ستعودون. طالما الناس يحملون قضيه ويحملون مشروع، وهذه دماء لا يمكن أن تسقط بالتقادم، كل من يحمل مشروع قضية لا يمكن أن ينهزم. الأيام دول، ومهما تطاولت. السلام عليكم. وعليك السلام، من معي يا أخي؟ تفضل. أبو زعفران من معك. لحظة اللي على تيك توك، لحظة معنا واحد ولي، لحظة يا حبيبي لحظة. تفضل يا أبو زعفران. معك ولي. وينك مغيب يا ولي؟ وين أنت؟
الله ولي احسن منك. انا يعني افضح فرانس لا سمعت الناس. حياك الله. ايش الكذبه اليوم؟ ايش معك من كذبه جديده اليوم؟ اسمعني اسمعني، انا اقول لك، انا ما اتكلمش عن مارك، انا ما اتكلم عن 14 اكتوبر. نعم 14 اكتوبر مش انت اللي تحافظوا عليها، 14 اكتوبر نحن اولاد الشهداء ونحن اللي نحافظ عليها. والله لا انت بالشهيد يا ابو زعفران، ولا تخرط على الناس ولا على المشاهد الكريم. اسمعني يا حبيبي الله يحفظك، لو انت من شهيد ما راح ترتميت في احضان العبيد لتصبح عبد. ما اتكلمش عن مارب انا الحين، انا اخماري يمكن لها وقت، على المكان 14 اكتوبر، ليله 14 اكتوبر. نعم. فلا تغلط الناس، لا تغلط الناس، رحت ارتميتوا عند السعوديين والإماء اعداء 14 اكتوبر، اي 14 اكتوبر تعرفوا لا 14 اكتوبر انتم. نحن اللي داخلين على 14 اكتوبر، ونحن اللي نحافظ على الوحده 26 سبتمبر 14 اكتوبر 30 نوفمبر هي حقنا، انت ما لكم دخل فيه. شكرا لك. شكرا يا ابو زعفران. تفضل اللي على تيك توك، عرفنا عليك اخي، عرفنا عليك، تفضل. الو السلام. وعليك السلام، من؟ ما عرفت انا عليك يا حبيبي، تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام. معك محمد عبد الله. محمد عبد الله. طيب تفضل. تفضل. حياك الله وبقاك. حياك الله اخي الكريم، حفظك الله وطال الله بعمرك ان شاء الله. واياك. تفضل هات ما عندك. العموم انا اشوف من بعض واصل يا محمد. اليمنيين معروف معروف منو اللي عدونا؟ عدونا هو شخص واحد فقط. نعم. هذا الشعب اليمني، شعب شمال جنوب، يتحد يد واحده، كلمه واحده كذا، لما تنصير على كذا نصير على لما كذا على الشيء هذا. نعم. قسما بالله لو بيتاخذوا حكمهم هم، ان احنا بنصير تحت اقدامهم. وهذا مستحيل يا محمد، طالما عاد فينا روح، عاد فينا عرق ينبض، مستحيل. الملايين اليمنيين يا رجل، اذا انعدموا الرجال ما تخرج النسوان، بيخرج الاطفال. بس نسال من الله، ان يعجل بزوالهم اليوم قبل غدا باذن الله. شكرا يا محمد، تحيه لكم، وصلت ولا جديد، مرحبا. تفضل اخي، من معي؟ السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله، من؟ معك من؟ أشرف. أشرف تفضل. تفضل أشرف، أنت على الهواء، هات ما عندك. الحكومة هذه ما بشفافة تعمل، إحنا حامل هذا ارتفاع الأسعار والغلاء وال نعم. اليوم إحنا نتحدث عن 14 من أكتوبر يا عم أشرف، رسالتك لأبطال الثوار. أقول لك الواحد الروتي بنية 12 كثير ب 14 أكتوبر، هذا يعني ضروري تجددوا كل 100 سنة، ضروري من تجديد، كل نصف قرن ضروري من تجديد، يمن جديد، مستقبل أفضل، ما رأيك؟ واصل يا عم أشرف، للأسف راح. شكرا جزيلا لك. أعود إلى طالبة طالبين على تيك توك، تفضل أخي من معي؟ يا أبو زعفران حكاك ميليشيات حكاك حسن نصر الله، يا أبو زعفران تضحك علينا. حكاك حسن. وعليكم السلام. شكرا يا ابو طارق، شكرا. تفضل يا اخت، من؟ كيف حالك؟ الحمد لله، عارفين عليك. ابو محمد. ابو محمد ولا ام محمد؟ ابو محمد. ابو محمد طيب تفضل. فين قوات طارق الذي انتم تتحدث عليها 30 سنه؟ ده الحين انت ولد ولا بنت يا حبيب؟ لا انت ولد ولا بنت؟ ولد. ورحب. طيب ولد، ما قد مش معك اب؟ قدك اب؟ ايوه ما شاء الله. طيب هات يا ابو محمد، هات. واصل عبر عن رايك بكل حريه، لا تحمل هم. راح يا شباب، راح للاسف. طيب ومداخله جديده، الو مرحبا، تفضل اخي. الو تفضل لي على تيك توك. رجع يا بدله. شكرا لك، شكرا يا حبيب. ومدخله جديده، الو مرحبا. اليوم ما عاد فيش معهم خبر، عيل ايرلو رجعوا للبعساس، واجهوا مواجهه الرجال، ترفعوا وخليكم ابطال. تفضل يا اخي. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته.
أسعد الله مساك وشكرا لك على هذا البرنامج. وحييك، عرفنا عليك يا أخي من؟ حسين السنيدي من البحرين. شكرا لقبائل مارب. ورحب يا عم حسين. شكرا شكرا لأبطال مارب. نعم. شكرا شكرا لطارق عفاش الذي هو على مبدأ الجمهورية. نعم. الخي والعار المتاجرين بالعرض والأرض، القوات موجودة يا أخي، قادرين يدخلون صنعاء بنفس اليوم. صحيح. ولكن علي محسن، علي البحرين محسن يا شباب، البحرين هذولا. نعم. تبع البترول، تبع البترول يا أخي، معهم 100,000 على مارب عند البترول وبشبوه وبحضرموت وبيقتلون الناس. نسيوا اليمن، نسيوا اليمن يا أخي، عودوا لكم كرامتكم، والله لن تحصلون هذا الدعم اللي قدمته السعودية. نعم. جزاهم الله ألف خير، طيران وسلاح ودعم، ولكن هذولا يا أخي يستثمرون، خذوا لهم فنادق وخذوا لهم مثل لهم غمريد الحرب انتهي. لا شفنا لهم تصريح ولا شفنا استنكار ولا شفنا حشد قوات ولا نعم. شفنا أي شيء. ناظرين للقبائل لا ما يخلصون إلا خيرة ويدخلوا المناطق، ومكانهم يأخذون على قبيلة قبيلة، والله ما يسلم منها لا شمالي ولا جنوبي. نعم. ومكانهم الوحدة 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 يا أخي، قلنا متحدين الشعب، كان قبل الوحدة ولا بعد الوحدة؟ قلنا الشعب واحد. صحيح. لكن يا أخي أول عود كرامتنا، اليوم أصبحنا إيرانيين، اليوم أصبح المبدأ حقنا إيرانيين. لا خلوا حد يتكلم، لا خلوا حد شيء. وصلوا على التلفون حق الحرمة، يقول لك أي واحد عنده تلفون حرمة يدفع 200 دينار وبكرة. وين رحنا يا أخي؟ وين وصلنا؟ شعب مضلل، شعب هامل، لا يعرف صديقه من عدوه. والله انفكوا لطارق عفاش بس بروحه واعطوه دعم، قسما بالله لا دخل صنعاء. لكن وش انت الله يا اخي، انا لله وانا اليه. ستفرق يا عم حسين، ستفرق يا رفيق، اوعدك انه سيدخل الابطال الى صنعاء وطهروها ولاحقوا كل حوثي متحوث. الصبر ان شاء الله، ان شاء الله. لكن اقول لك والله ما يتحرر الشمال ولا الجنوب وعلي محسن موجود. اكيد والله ما يتحرر الشمال والجنوب وعلي محسن موجود. شكرا يا ابو حسين وحييك، شكرا جزيلا لك. مداخله جديده، الو مرحبا. الو الو، السلام عليكم. وعليك السلام، عادك شاركت يا رفيق ولا لا؟ لا لا بشارك، وابغى اسوي نداء عاجل لقبائل حضرموت وباقي من الشرفاء من الجيش اللي في حضرموت. طيب عرفنا عليك من؟ من عرفنا عليك؟ حسن الكثيري معك. تفضل. حسن الكثيري. طيب واصل. اتمنى من قبائل حضرموت والجيش وباقي من الشرفاء يتوجهوا لمارب ولا العبديه ولا شبوه. نعم. يوقفون مع اخوانهم في مارب. شكرا يا عمس. من هذا النداء العاجل لهم. شكرا لك، وصلت الفكره وحيك. دخل جديد، الو. السلام عليكم ورحمه الله. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، عرفنا عليك يا حبيب، من؟ انا حسن شرف الدين. تفضل يا حسن. ورحب. والله احنا قال الله ارحم الراحمين، لا يغير الله قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. نعم. انا اشوف الوحده، الواحد يتكاتف ويتعاون. احنا 7 سنوات من المعاناه، 7 سنوات يا جماعه الخير، لا خرجنا للطريق، لا طرق تعبدت ولا مشاريع تنفذت ولا أقل شيء، حتى القوت اليومي ما أصبح غير موجود. نعم حسن، هذا أيوه. نعم حسن. ولا بترول ولا شيء للحين، يعني نحن عايشين في سراب. ستفرق يا حسن، ستفرق. رسالتك لأبناء ذوار 14 أكتوبر في هذا اليوم المجيد، ساعات تفصلنا على العيد. ندعوهم أنهم يصبروا. نعم. ويثابروا، وندعو جميع القبائل وجميع الأطراف أنهم يحكموا العدل ويحتشدوا. شكرا يا حسن. شكرا جزيلا لك، مداخلة جديد، عرفنا عليك. وعليك السلام، من معي يا أخي؟ معك حاتم الشجني. مرحب يا حاتم. مرحب يا حاتم. والله عندي مباسطة كذا، سؤال بسيط. تفضل. تفضل. أشي بس لي، ليش الاقتصاد في الشمال بالمناطق المسيطر عليها الحوثيين أفضل من المناطق دي مسيطر عليها الشرعيين؟ والله هذا سؤالي وقال الحكومة. وين الحكومة من زمان؟ ليش ما تصلح؟ ليش كيف إذا ما صلحش الجنوب وإذا ما صلحش المناطق كبا تقدر تصلح بعد ما تدخل؟ ستفرق يا حاتم، ستفرق. معي يدخلوا شاولا ولا حق فنادق، بيدخلوا الرجال الأبطال حمران العيون، أصحاب اللي من يحملون يعني أمانة 26 سبتمبر والرابع 10 من أكتوبر. ما هو لحق الفنادق ولا غير طالبين الله، بيأخذوا حقهم البياس وراحوا لهم الخارج يا حبيب. تفضل يا أبو عبد الله.
مساك بالنور النعيم. يا أخي أنا حي الأخ اللي من البحرين. نعم. هذا رجل شريف نظيف اتصل يعني وجاب اللي نبغى يقوله. نعم. و أبشرك أولا قبل كل شيء عدن تتنظف. نعم. عدن تتنظف تتنظف. نعم. ويسمعون يجب عليهم أن لا يزعلوا. لازم تتنظف عدن ومسكوا كثير من الأشخاص. نعم. بيوت يا سيدي زي ما تقول عشوائية. كل واحد يقول لنا هذا الكلام يا أبو عبد الله. كل واحد شوف عندما يكون بيدك السلطة بس بإمكان الناس تؤمن بصورة. المفروض أثناء المداهمة عندما يداهموا هذه الأماكن يكتشفوا أنه في ميليشيات أو قد في يعني الصورة صورة يتحدثوا عن الصورة والصورة تكون أشياء يعني لله والوطن للتاريخ. يا فارس الجماعة للأسف كانوا مهملين مش مهملين بس كان الإعلام يؤدي. أنت تعرف الإعلام الإخواني إيش يسوي. نعم. طيب المجلس الانتقالي قد عنده قنوات بتدعمه، عنده قناة خاصة وعنده الغد المشرق بتدعمه وعنده كم يا إعلام. الانتقالي عنده قناة واحدة عنده لا لا والغد المشرق أيضا تمثل لسان حال الانتقالي. الغد المشرق أيضا لا لا والله تمثل اليمن أنا شفتها. نعم. للأسف أنتم حكمتوا عليه أقوين المدي من وين من الشمال ما هو مشكلة هذا. نعم. تركنا من هذا خلي طيب واصل هذيك هذيك اتجاه غير. أنا بتكلم عن الـ عن الـ عن الـ عن الأمن. الأمن للأسف أنت عارف أنت في حضرموت اختطفوا واحد العطاس مسكين الله. نعم. يا أخي همج هذول ناس الأخوان بصلاح هذول إذا ما جاك بالرضا بيخ بالقوة عارف السلاح عنده والتفجير وأنت عارف هذه اسمها جامعة الإيمان اللي 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 خرجت ما شاء الله يعني العلماء اللي يفجرون أنفسهم. نعم. انتحاريين على شكل ما يحتاج. شكرا يا أبو عبد الله. أقول لك معنا عفوا أخوي. شكرا يا أبو عبد الله تحية لك مداخلة جديدة لو مرحبا. ألو تفضل على تيك توك عرفنا عليك أخي. غير عم أشرف أي مداخلة جديد الدولية دخله. ألو أتفضل من معي يا أخي. ألو السلام عليكم. وعليك السلام من؟ ألو سي فارس معك معك تفضل ورحب. أولا كل عام وأنت طيب. وأنت كذلك عرفنا عليك. أبو ناصر من علل. تفضل يا أبو ناصر. أولا أنا أشكرك وعلى نفسك وعلى ترحبك كل المكالمات وفيها الأساعة وفيها ال... نعم. طيب الشيء الثاني أحيي أبناء مأرب وقبائل اليمن عن الدفاع عن مأرب. نعم. وأيضا أوجه رسالة للدولة أنه ما هيش قادر يعني منظرة تحررها كيف تصلصنعت فيه. نعم. الشيء الثاني دورة أكتوبر وسبتمبر شارك فيها جميع اليمنيين وليس جنوبيين ولا شماليين. صحيح. يعني الكل شارك سواء في الشمال والكل شارك في الجنوب. نعم. والسلام عليكم. شكرا يا أبو ناصر شكرا جزيلا لك. تفضل يا أبو محمد. صباح الخير. صباح النور والعافية ورحب. حياك يا غالي. إيش أخبار أمريكا يا عم محمد؟ انه انا لكم بثورة 16 سبتمبر و 14 اكتوبر ونحن هني كل المغتربين انا كم شندقين هذا ولا يتكلموا لك على الثورة ويتكلمون على يا اخي معهم خبر هذا لا هذا يا اخي هذا السبيل هذا المادي مفروض انك تبند له وجوههم لانهم هذولا هذولا من الذي يعني شديد من الوطن مش من اليمنيين هذا انا حاشا انهم من اليمن وانهم هذا انه هذا لا عدوان على اليمن هذا. نعم. انا من رأي هذا ولا المشندقين هذا اللي يتكلموا على الوحده ما يستحق على وجوههم يتكلموا يعني المفروض انهم يعني يكونوا مبسوطين احنا هنا خارج الوطن عملنا الحفل الكبير هذا بيض الله وجهكم. نعم مثلتم اليمن خير تمثيل شفتوا شاهدته صحيح وعرضنا في النشرات في الاخبار ما قصرتوا ومثلتم اليمن خير تمثيل وهذا لا يعني بالله عليك يعني بوطنهم عادي يقول لك يتخابن لك مفروض انه هو اني ما استبراش ما يتكلم حق على يتكلم على عبد الله صلى الله عليه وسلم نعم. يا اخي مع ابو هذا مهري يعرف في الكلام يا اخي اذا ما انتش يا اخي وطني اجلس لك واسكت لك ما بقاش دعوه دقنه يعني لا عندك متوعه هذا الاصلاحين هذا الاخوان يا اخي هذول
افراد يا فارس. شكرا يا والله ما يهزونا ولا يهزوا فينا شعره يا محمد. انت قاتل قسم بيت اخوك سالم الطريق، لانهم هذا لا اذا قلت لهم الجنه قدامكم قال لك باع وطن. من باع وطنه يا ابو محمد؟ هؤلاء باعوا وطنه وهم ارتموا في احضان الخارج ودوا لنا هذا الحرب ودمروا بلد. ايش اتوقع منهم؟ توقع منهم قد باعوا الجمل بما حمل. عين خبروا قال لك ميلاد الرسول مش عارف هل السمعة. انا عجبني هذا يوم قال قل لهم هل قد فرق قصلوا جالس بدل ما من فاسد اللي ما هل قصلوا. نعم يعني معهم. شكرا يا ابو محمد. خلينا اخر شكرا يا ابو محمد. اخر مداخلات يا اخ الشرف، تفضل يا اخي. الو الو. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله ورحب. كيف الحال يا استاذ؟ حياك، عرفنا عليك. معك ابو علي الدهمي من الجوف. ورحب يا ابن الجوف، تفضل. حياك يا اخي، احنا بغينا نشارك وبغينا نسال يعني في نفس الوقت يعني. ارحب ارحب، تفضل انت على الهواء الان، هات ما في راسك. الله يحييك يا اخي. بس بغيت اسال يا اخي، في ناس طلعوا عندك يتكلموا قبل شوي يقول لك هذا الاصلاح هذا المؤتمر هذا كذا، يعني ايش الفائده من استرجاع الماضي والسب؟ كل واحد يقول رايه يا اخي. يبغوني ذا الحين اسب مؤتمري ولا يبغى المؤتمري يسبني؟ يعني انا وياك نسب بعض ويجي الحوثي ياخذنا الاثنين مع بعض. نعم، هذا المؤلم، هذا الواقع. لا لا. صحيح. ايوه يا اخي، المفروض على شباب المؤتمر واعضاء المؤتمر والانصار اللي يقول انهم يتبعوا علي عبد الله صالح عفاش الله يرحمه، امين، انهم يعني يقتدوا به ولا يمشوا مع الناس الانفصاليين. نعم، يكونوا ناس يعني مع الوحده ومع الجمهوريه ومع الثوره. نعم. اما انك يا اخي تقول لي انا مؤتمري وانا جالس في حضن هناك في صنعاء، ولا تقول لي انا مؤتمري وانا جالس هناك في عدن مع بن زايد ولا مدري من، قل لي لا. انا شخبار العبديه يا ابو علي، العبديه وين وصلت؟ العبديه لها اكثر من 15 يوم وهي تدافع، اكثر من 20 يوم وهي تناضل. العبديه ومارب والجوف والمناطق. نعم. كلها تقاتل من سنه 2009. صحيح، مش من اليوم. طيب بس ليش رجعوا لي بس من 2009؟ طيب الذي قاتل من 2009 يا ابو علي، الذي قاتل من 2009 انه قد وصل صنعاء، انتم ترجعوا لي بس. احنا نرجع لي بس، احنا كنا نقاتل وكان الحوثي مع الحرس الجمهوري يا شيخ. وذا الحين احنا كنا نقاتل مع الحرس، كان الحوثي مع الحرس الجمهوري. طيب قد مات القد سلم. اللي فات مات ما فيها مشكله. طيب اليوم ما هو الحل يا ابو علي، بدل ما نظل هكذا نضحك على بعض. اليوم الحل يعترف كل واحد غلط، كل واحد ايد الحوثي. طيب الكل غلط، قل لي الان ما هو واجب؟ اين الحكومه؟ اين حكومتك؟ وين وزاره الدفاع؟ وين الرئيس؟ وين النائبه من العبديه؟ انت بتقاتل على بلدك ولا تقاتل على حكومه؟ طيب انا اقول لك الان ما هو دورهم؟ هؤلاء محسوبين علينا دوله وشرعيه، ما هو دورهم يا اخي؟ دورهم ولا مش دورهم يا اخي؟ محسوب عليك يا اخي. انت الحين تقول لي القائد المقاومه. نعم. مش دوره مقاومه ايش؟ مقيد، يطلقوا القبهات وبتشوف. اي مقيد يا رجال، صل على النبي، مقيد ما بش مقيد، هذا كلام فاضي، هذا كلام اعلام يعني كذب على تقول. شكرا لك يا اخي، انت انسان اعلامي محترم والله العظيم. وانا احييك يا ابو علي والله. لو يا اخي شوف، يعني لازم الواحد يا ابو علي يعني اقسم بالله لو انا عندك. طيب اسمعني يا ابو علي، شوف، الدفاع عن الوطن مش مسؤولية فلان ولا زعطان، كل من هو حر شريف ابن حمير وابن سبأ واجبه يدافع عن الوطن ويستعيد الوطن كائنا من كان، بغض النظر عن سين صاد من الناس. لكن طالما بنظل نقول طارق عفاش وطائف فلان وزعطان نتحمل بعض، احنا عارفين انه هذا الشخص قد ما راح فندق، جالس في الخنادق، ليس دفاعا عنه لكن هذا الواقع. بينما اصحابنا ما بشي خنادق يا رجال، لا يا اسمعني يا اخي، ما حد الخنادق الا ابناء الشعب اليمني، اما القاده هؤلاء كلهم ما حد في فندق، كلهم في فنادق. بيض الله وجوهم في الابطال. شكرا يا ابو علي، احييك. فندق الرياض وحد في فندق دبي. احييك يا ابو علي، هذا في خنادق ولا في خنادق؟ شكرا يا ابو علي، احييك احييك. والنصر ان شاء الله لابناء مارب ولكل اليمنيين. نعم. نعم. لعن الله الخونة. آمين. لعن الله الخونة. آمين. 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 أشكرك يا أبو علي، كنت مسك الختام. شكرا جزيلا يا أبو علي، كنت مسك الختام في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، من فتح المشاهدة من كان في العداء 12:30 بعد منتصف الليل. تحية طاقم الإعداد الأخ المخرج أشرف عقيل وأيضا خالد عوضة من الإخراج وبقية الزملاء في السوشيال ميديا عمار الشبيبي وأيضا شريان ناجي شريان. تحية لكم من محدثكم فارس صليحي، إلى اللقاء.